اهلا وسهلا بكم اصحاب قناه المهريه في محافظه شبوه، ونرحب بكم. موهبه شبوانيه ابدعت في تقليد الاصوات واتقنها بحرفيه عاليه، حتى ان المستمع له يخيل اليه وكانه الصوت الحقيقي لشده اتقانه. انا محسن حسين الحداد من ابناء مديريه انصاب محافظه شبوه. بالنسبه لاكتشاف موهبتي اكتشفتها منذ الصغر، كنت اجلس انا واخواني وابناء عمومتي نقلد لهم اصوات، نسجلها في مسجل صغير ايام الشريط، ما كان جوالات عام 99 و2000 كذا، ونرجع نستمع لها نضحك. بعدين بدأت في مع اصدقائي، مع في جلسات في كذا في عزب. بعدين انطلاقتي كانت في 2017 على المسرح. محسن يجيد تقليد عدة أصوات مختلفة لفنانين ومشاهير حظوا بإعجاب شريحة واسعة من الشارع اليمني، إضافة إلى أبطال مسلسلات كرتونية شهيرة كالمسلسل الحضرمي الشهير حضرمتون. من الأصوات اللي قلتها أصوات مشاهير مسلسل همي همك، مثل الشيخ طفاح. ما كان ما تشيل من هنا شربتك ارض من خله، هنا يحصل لك واحد في الشارع يقول يا شيخ طفاح، قول له شربتك ارض من خله. والفندم وسيم والفندم بيرم، فنجمك ماما اكل اكل جابك هنا، فنجمك مالك طلع على كله مالك يا فندم بيرم، صلى الله رسول الله على فندم مثلك، فنجمك قاعد كمان بلا دخلك كيك. هذا الفندم بيرم هذا مصيبه مصيبه. وايضا زخيم يا جماعة مالكم أم صلى كبرتوا. وأيضا كأبطال أبطال ومسلسل حضرمتون، مسلسل حضرمتون الشخصية البارزة أحمدو الصومالي. نحن نحن أم الصومالي، نحن حضرمي أبا عن جد عن عبابة يا أخي، إيش هذا الصومالي؟ نحن حضرم الله أبوب يا أخي، نص الله يا أخي، عرب الله عرقتونا يا أخي بالمقابلة أبوب يا أخي. يقدم محسن برنامجا إذاعيا حظي بقبول واسع لدى مستمعي الإذاعة، ويعرف البرنامج بيوميات عرجش، يتحدث فيه عن قصة شاب مع أفراد أسرته وطريقة حياتهم اليومية، ويقدمها محسن بإجادة أدوار كافة أفراد الأسرة. يا زعرور يا اخي صل على رسول الله، ليه جيب حراوه؟ وانا بنت الحلال منين جيب له حق الحراوه هذا؟ المهور غاليه. يا به صل على رسول الله، انا مالي دخل، بتحروني ولا بتطمر من فوق الرايم؟ كيف بتطمر؟ لا بالله كيف نخسره في حق الدواب الحروك به؟ يمتلك محسن موهبة إبداعية تحظى بقبول لدى كثير من فئات المجتمع الشبواني، ويأمل بأن يجد الدعم اللازم لينمي موهبته ويطورها ويقدمها على منابر إعلامية أكبر. أشكركم كثير متابعينا في برنامج أسبوع البلد، وتحياتي. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد شبوة.